لو سمحت، أنت صاحب البيت؟ يا أنا صاحب البيت أمري. شوف واسمعني عدل لو سمحت، ترى أنا ضميري اللي جايبني هني. أمسك 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 التليفون بس لو سمحت، ما تروح يمين روح يسار، شوف الصور لو سمحت. أنا أقول لك سالفتي، أنا كنت أشتغل بحضانة وتفركشت، وعاد متعودة عقب ما أطلع من الحضانة أروح أتمشى بالحديقة هذه اللي يم بيتكم، وشفت خدامتك لاهية على بنيتك. بصراحة ما قدرت، قلبي قام يعورني، قلت لازم أي هالبيت وأحطك قدام الأمر الواقع. هذه خدامتي؟ حرام اللي قاعد أسويه. شوف ترى أنا مهين علي أقطع رزق أحد، بس بصراحة الناس للناس، وقلت لازم أقول لك. لا بالعكس، أصلا زين إن أنتي نبهتيني، وهذه باكر من الصبح أنا أسفرها. كيفك؟ أنا بصراحة مالي شغل، أنت راعي البيت. تدرين شلون؟ جزاك الله أنتي ألف خير. تفضلي. إيش فيك؟ أخذي يعني هذه بس عشان اللي سويتيه مع بنتي. رجاء أخوي، أنا اللي سويته ترى هذا من طيب أصلي. إذا تبي توقف معي شوف لي وظيفة. يعني أخدمك شلون؟ ما سمحتني أقول لك أنت أشتغل بحضانة وتفركشت، وهذا أنا متمرمطة معك وغير أقعد بهالحديقة وأجابل اليهال. تدرين شلون؟ على الموقف اللي سويتي مع بنتي أنا ما راح ألاقي أحد نفسك. من باكر أنت تداومين عندي، بخلي لك الباب مفتوح تدخلين على طول، بشوفين المطبخ على طول بدخلك البيت. ها مو تنسين؟ أوكي مشكورة ما قصرتي. تعالي انت ما قلتي لي شو اسمك؟ حفيظه.